أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من الرافدين في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف العراقية والعربية والعالمية بعد أهم العناوين. نبدأ من الزمان. اشتباكات قرب التحرير تستبق تظاهرة مليونية داعمة لمطالب الحراك السلمي. من المدى نطالع، فريق تكليف علاوي ينقلب ضده، اختار تشكيلة من الحزبيين ومزدوجي الجنسية. في العربي الجديد، تحالف القوى يعلن عدم مشاركته بجلسة منح الثقة لعلاوي ويطالب باستبداله. في صحيفة البصائر، العراق تسجل أول إصابة بفيروس كورونا في النجف. نقرأ من اندبندت عربية، إصابات في العراق والكويت والبحرين بكورونا مصدرها إيران. ونطالع في القدس العربي، الصحة العالمية: على العالم أن يستعد لوباء عالمي محتمل بسبب كورونا. وعنونت الخليج الإماراتية، الأطراف الليبية تتوصل إلى مسودة وقف مستديم لإطلاق النار. مثلما كانت انتفاضة العراقيين ضد الفساد ونظام المحاصصة الطائفية عنوان العام الذي ودعناه، فإن ارتداداتها على الواقع السياسي كانت هي الأخرى صادمة. هذا ما ذكره أحمد صبري الذي كتب في صحيفة الوطن العمانية أن ثورة تشرين كشفت عن هشاشة الطبقة السياسية ونظام المحاصصة الطائفية التي عجزت عن التعامل مع ارتدادات هذا الحدث الذي كشفها أمام جمهورها وبيئتها التي كانت تراهن على ولائها. على الرغم من أن ثوار الساحات والميادين أسقطوا حكومة عادل عبد المهدي، إلا أن مطالبهم تجاوزت هذا الإنجاز إلى إسقاط النظام برمته من فرط ما سببه من كوارث وأزمات وهدره للمال العام وتغول الميليشيات المسلحة في مفاصل الدولة. وهذا التحول في مسار ورؤية المنتفضين لثورتهم يحتاج إلى إطار ورافعة وطنية تستوعب وتجسد مطالبهم وتعبر عن أفقهم المفتوح بعيداً عن محددات المحاصصة الطائفية ونظامها البغيض ومحاولات البعض سرقتها واستدارتها لغير الوجهة التي ينبغي أن تسير نحوها. وعندما نتحدث عن الرافعة الوطنية التي تنسجم بأهدافها ونهجها مع مسار الانتفاضة، فإنها تلتقي مع الميثاق الوطني العراقي بذات الثوابت الهادفة لاستعادة العراق وإسقاط نظام المحاصصة الطائفية. وهذا التلاقي أحدث نقلة نوعية في منهج العمل الوطني وعزز من صمود الثوار، كما عزز مكانته معتمداً على إطار وطني جامع لقوى فاعلة في المشهد السياسي شكلت الميثاق الوطني العراقي ليكون دافعاً وعوناً بمحركاته الوطنية. مسيرة العام من انطلاق الميثاق الوطني أكدت أنه مشروع واعد ومجسد لتطلعات المنتفضين وتحركاتهم نحو التغيير الحقيقي، حيث كرس كل جهوده بالوقوف إلى جانبهم كمهمة وطنية تستجيب لدواعي المسؤولية التي ينهض بحمل لوائها الميثاق بكل أمانة وحرص على الحفاظ عليها. وأضاف الكاتب أن الرهان على نجاح انتفاضة العراقيين ورحيل الطبقة السياسية الفاسدة مرهون بوحدة القوى المناهضة للعملية السياسية ومشروع الاحتلال التي يجسدها الميثاق الوطني العراقي نواة للتوحيد ورافعة وطنية لإنقاذ العراق من محنته وتخليصه من غاصبيه لإعادته حرا أبيا غير مرهون الإرادة للمشروعات المشبوهة. اليوم نتذكر 25 من شباط عام 2011 حين خرج شباب العراق إلى ساحة التحرير. في ذلك اليوم لم يرفع الشباب شعارات طائفية ولا سعوا إلى إسقاط النظام ولا قدموا مطالب مستحيلة، ولم يفعلوا ما فعله الشباب في مصر وتونس وليبيا عندما طالبوا برحيل النظام. كل ما طالبوا به هو إصلاحات سياسية
لا تنتقص من قدر الحكومة ولا تنال من هيبتها إذا استجابت لمطالب شعبها وقررت أن تكون جزءا منهم. هذا ما ذكره علي حسين في مقال بصحيفة المدى. هل كثير على العراقيين بعد عقود من الدكتاتورية أن يحظوا بحكومة تعبر عنهم وتلبي مطالبهم المشروعة؟ هل كثير على العراقيين أن يحظوا ببرلمان يمارس دوره الرقابي الحقيقي ولا يكون جزءاً من الحكومة؟ هل المطالبة بالحق في العمل الذي أقرته كل قوانين البشرية والحق في الفرص المتكافئة والحق في سكن لائق والحق في مجتمع مدني والحق في أبسط الخدمات والحق في محاسبة الفاسدين وناهبي المال العام؟ هل كل هذا أصبح نوعاً من أنواع الشغب والتمرد يستحق المواجهة وأن تجند الحكومة كل إمكاناتها وقواتها الأمنية من أجل الوقوف بوجه شباب مسالمين؟ لماذا يصر بعض السياسيين والمسؤولين على نشر سموم الدكتاتورية في نسيج المجتمع العراقي؟ لماذا يصر بعض المقربين من السلطة على تغييب الحد الأدنى من العلاقات الإنسانية بين المسؤول والمواطن؟ يقول إريك فرون عن حاشية المستبد إنه يصر أن يجعل من الطاقم الذي حوله حفنة من الأشخاص المحبطين عديمي الكرامة لأنه كان ممسكاً بمصائرهم. هكذا يختار الطاغية الفاسدين من البشر في نظام حكمه ليكونوا أصدقاء له، فهم عبيد النفاق والتملق. وأضاف الكاتب: اليوم ونحن نعيش أجواء احتجاجات تشرين نجد أن دم الشهداء يصرخ على أرض ساحات الاحتجاجات وشوارع المدن المنتفضة التي ترفع شعار لا يأس مع شباب التظاهرات. ذكر صحيفة العرب اللندنية أن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بات أمام خيار الخضوع لمطالب الأحزاب أو الاعتذار عن عدم تشكيل الحكومة. وأضافت الصحيفة في تقريرها أن التحالف لدعم محمد علاوي يكاد ينفرط بعد تزايد المؤشرات بشأن صعوبة تمرير تشكيلته الوزارية في جلسة مجلس النواب التي كان يفترض أن تعقد الاثنين، إلا أن الخلافات بين الكتل السياسية دفعت إلى تأجيلها إلى يوم الخميس المقبل. مصادر برلمانية قالت إن موعد انعقاد الجلسة ليس مؤكداً حتى الآن بعد تراجع بعض الأطراف السياسية عن دعم علاوي بعدما أعلنت تأييدها له في وقت سابق. ومن بين الأطراف التي يبدو أنها تخلت عن علاوي حركة عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي التي تملك 15 مقعداً في البرلمان، كما أن مسعود البرزاني لن يسمح لحزبه بالمشاركة في الحكومة الجديدة بعدما امتنع المكلف بتشكيلها عن إسناد حقائب لمرشحين أكراد. ومع حلول يوم الأحد كانت قائمة الداعمين لحكومة علاوي تضم فقط 54 نائباً يشكلون كتلة سائرون التي يرعاها مقتدى الصدر، ونحو 30 نائباً من أصل 52 في كتلة الفتح التي يتزعمها هادي العامري المقرب من إيران. ونظراً إلى أن البرلمان العراقي يتكون من 329 نائباً، فإن عدد النواب الداعمين لعلاوي لا يشكل أي غالبية تمكنه من المرور. وما زاد من الاعتقاد بشأن حجم الأزمة تأجيل رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي عملية مكاشفة النواب بأعضاء كابينته الجديدة إلى ما قبل موعد انعقاد الجلسة المفترضة الخميس بساعات، ما يؤكد أنها خضعت أو تخضع لتغييرات مستمرة. إن الواقع السياسي العراقي لا يمكن أن يحتمل أحلام رئيس الوزراء المكلف بحكومة لا تهيمن عليها الأحزاب، ولا سيما أن الأسماء التي تسربت بوصفها ضمن خيارات التشكيلة الجديدة ليست مستقلة تماما عن التأثيرات الحزبية، وإن كان بعضها عرفت عنه الاستقلالية السياسية في الآونة الأخيرة. شهدت الأسابيع الأخيرة ومع استمرار الانتفاضة في العراق عودة بعض وجوه العملية السياسية الذين دخلوا البلد مع الاحتلال للظهور في القنوات التلفزيونية الإخبارية،
من بين هذه الوجوه البارزة إياد علاوي الذي يؤكد في مقابلاته التلفزيونية الطويلة وقوفه إلى جانب المنتفضين وحرصه عليهم، مهددا بتدويل قضية قتل المتظاهرين. وهنا تتساءل هيفاء زنجنا في صحيفة القدس العربي، هل فعلا سيقدم علاوي على فعل شيء بعيدا عن الظهور الإعلامي وتكرار التصريحات الشعبوية نفسها؟ يقسم إياد علاوي بشرفه بأنه سيقف أمام المحاكم الدولية ليدلي بشهادته ضد الحكومة الحالية، وأن لديه ملفات خطيرة سيقدمها في المحاكم ليفضحها. هل هي صحوة ضمير من إياد علاوي؟ وإذا كان جاداً بقسمه، لماذا لا ينشر هذه الملفات والوثائق، أو لما لا يقدمها الآن إلى أي جهة قانونية دولية كخطوة أولى لوقف اغتيالات المحتجين السلميين ولإظهار الحقيقة وكشف الوجه القميء البشع لحكومة الميليشيات الفاسدة التي لا تتورع عن قتل أي شخص يعارضها؟ في المقابل، وبينما تواصل الحكومة العراقية استهداف المنتفضين بأكثر الوسائل وحشية اختطافاً وتعذيباً وقتلاً، الذين تجاوزت أعداد الضحايا منهم المئات والجرحى والمقعدين والمعتقلين عشرات الآلاف، وعدم تقديم أي من المسؤولين عن الجرائم الموثقة بالشهود والفيديوهات إلى القضاء، تقوم منظمة محلية تدعى الغد بعمل حقيقي يمس حياة الناس فعلاً وبلا تصريحات هوائية، إذ تستعد حالياً لمقاضاة الحكومة الهولندية ومطالبتها بتعويضات لأنها تسببت بقتل 70 شخصاً على الأقل، بينهم 22 امرأة و26 طفلاً في 2 حزيران 2015، وذلك في غارة جوية ألقت فيها طائرات F-16 الهولندية القنابل على مدينة الحويجة الواقعة جنوب غرب كركوك. وبحسب الكاتبة، فإن مواجهة إنكار الجرائم المرتكبة للضحايا المدنيين من حكومات تتطلب وجود حكومة وطنية تؤمن بحقوق مواطنيها وأولها حق الحياة. أما مواجهة إنكار الجرائم على المواطنين من حكومتهم كما يحدث الآن في العراق، فيتطلب مواصلة النضال ضد هذه الحكومة من أبناء الشعب كلهم، فتغيير الأقنعة لا يعني تغيير الوجوه. أدرك الحراك الشعبي في الجزائر أنه يواجه حالا صعبة لا تكفي معها الاستقالة القسرية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة أو اعتقالات رموز الفساد، لأن النظام سقط أو بدأ يسقط أو لأنه اقتنع أخيرا بوجوب التغيير. عبد الوهاب بدر خان رأى في صحيفة العرب القنطرية أن نقطة القوة للحراك كانت ولا تزال في سلميته، ليس لأنه تعلم دروس احتجاجات سابقة فحسب، وإنما لأن شرائح كبيرة في المجتمع تؤيد الجيش وتعده مبدئيا ضمانا للاستقرار. لقد برهنت الأشهر التالية لتنحي بوتفليقة على أن السلطة الفعلية ليست في يد الرئيس وحده، فخلال تلك الفترة كان صانع القرار رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح، وهو لم يستهن بالحراك بل حاول اختراقه بالاعتقالات أو باستخدام التمايزات السياسية والثقافية، كما مارس كل الضغوط لتنظيم انتخاب رئيس جديد يؤمن استمرارية السلطة الدولة ويقود إصلاحات تدريجية كسيناريو بديل من مرحلة حكم انتقالية طرحها الحراك للحصول على تغيير عميق وحقيقي. كل التحركات التي شهدتها الجزائر خلال 2019 ما كانت لتحدث لولا ضغوط غير مسبوقة شكلها الحراك على السلطة، واضطرها إلى الاعتراف بأن الحكم بالنهج نفسه لم يعد ممكناً. طلب الحراك بمرحلة انتقالية تجرى خلالها مراجعة الدستور لتوضيح أدوار المؤسسات وسلطاتها وصلاحياتها، ويوضع أيضاً قانون جديد للانتخابات والإشراف على قانونيته وشفافيته. لكن السلطة برهنت على أنها غير جاهزة لتغيير كهذا، وتخوفت من انتقال سياسي تشوبه خلافات تصعب السيطرة عليها
كما حصل في بلدان عربية عدة. أما لماذا لم يتغير شيء؟ فلأن آلية الحكم لم تختلف، بل إن السلطة تتصرف كأن الأزمة السياسية لم تعد قائمة أو كأنها تجاوزتها. ودعا الكاتب الحركة في الجزائر إلى مراجعة أساليب عمله وأن ينظم نفسه، فالسلطة تسعى إلى محاورته أو في خطوة عملية إلى إشراكه في حوارات تعديل الدستور. ولا شك أن الاستمرار في التظاهر أسبوعياً والاكتفاء بطرح المطالب في الشارع والإصرار على عدم اعتماد قيادة معروفة والاعتقاد بأن السلطة ستغير النظام من تلقائها، لا شك أنها أمور لم تعد كافية ولا واقعية. الانتهاكات الصهيونية في غزة والأراضي الفلسطينية لم تتوقف، ويبدو أن قادة الاحتلال لا يجدون وسيلة إلا استخدموها لإحداث مزيد من المآسي والكوارث في أي مكان تصل إليهم صواريخهم وأدوات تنكيلهم. هذا ما ذكرته صحيفة الخليج الإماراتية في افتتاحيتها، بأن ما حدث من اعتداءات يعد دليلا قاطعا على رغبة الاحتلال في ضرب وحدة الشعب الفلسطيني باستهداف مختلف قوى المقاومة لمشروع الاحتلال الجاثم على أرضه منذ ما يزيد عن 70 عاما. إسرائيل تظن أن استمرارها في شن الغارات على المناطق والبلدات الفلسطينية وإرهاب سكانها سيكون قادراً على إسكات الصوت والفعل المقاومين لمشروعها التدميري الذي يحظى بتأييد قوى غربية، حيث تؤكد سلسلة المواقف التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الفترة الأخيرة انحياز إدارته المطلق لدولة الاحتلال، وهو ما عزز من اقتراب المنطقة من مرحلة الانفجار الشامل. ذلك أن الانحياز الأعمى من قبل واشنطن لإسرائيل يسهم في إبقاء جذور أزمة الشرق الأوسط مشتعلة. لم تفلح إسرائيل وعربدتها ضد أبناء الشعب الفلسطيني في كسر إرادتهم، حيث ظلوا منحازين لخيار المقاومة المستمرة حتى اليوم. يدرك الفلسطينيون أن معركتهم الحالية لن تكون سهلة في مواجهة عدو يمتلك كل إمكانات القوة العسكرية، وهي معادلة مختلة، لكن الكرامة التي تدب في نفس كل فلسطيني يعيش في هذه الأرض المباركة تعطي دروساً كبيرة لمن يعتقد أن بإمكان الحل السياسي وحده أن ينتج دولة أو يؤسس سلاماً دائماً مع إسرائيل التي بنيت على غطرسة القوة ولن تنتهي إلا بالقوة نفسها. لكن هذا الأمر لا يمكنه الحدوث في المرحلة الراهنة نظراً للتخاذل الذي نشاهده اليوم في أكثر من مكان. ورأت الصحيفة أن المقاومة لا تزال الخيار المتاح في أيدي أبناء الشعب الفلسطيني لانتزاع حقوقهم، وأن القتل الممنهج على الأرض وسياسة الاستيطان والتوسع الذين تمارسهما دولة الاحتلال لا يقف عائقا أمام استعادة هذه الحقوق طال الزمن أم قصر. بكمامات طبية تبادل 220 عريسا وعروسا العهود في حفل زفاف جماعي وسط الفلبين، فقد تحدى العرسان وقريباؤهم فيروس كورونا الذي تسبب بوفاة أكثر من 2500 شخص، وحضروا الحفل الجماعي الذي أقامته مدينة باكولود ساحلية. وذكر صحيفة الشرق الأوسط أن قاعة مجلس المدينة تحولت إلى بحر من الملابس البيض تظهر فوقها نقاط زرق، هي الكمامات التي كان لازما أن يضعها الجميع. وأوضحت الصحيفة أنه كان لزاما على المشاركين أن يدونوا تفاصيل تحركاتهم في 14 يوما الأخيرة، وهي مدة الحجر الصحي المطلوبة في أنحاء العالم للقادمين من الصين، وهي أقصى مدة لحضانة هذا الوباء. نبقى الآن مشاهدينا مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتورية.
بهذا انتهت جولتنا الصحفية لهذا اليوم. غدا بإذن الله تعالى صداق لام جديد من الرافدين، في أمان الله.